بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته ورأفته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. أبناء الكنيسة المحبوبين، الآباء الكهنة الموقرين والشمامسة والشعب في إبرشية هولندا القبطية الأرثوذكسية، يسرني أن أهنئكم بعيد القيامة المجيد، وأتمنى لكم في هذه المناسبة السعيدة أطيب الأمنيات بالصحة والسلامة والنجاح والتوفيق. وأحب أن أنا أتأمل معاكم في هذه المناسبة في أحداث القيامة المجيدة. في البداية أحب أقول أن قيامة السيد المسيح من الأموات كانت حادثة فريدة من نوعها، لأن السيد المسيح قام بذاته، لم يقمه أحد. وبكده تحقق قول السيد المسيح القوي العجيب لما قال: أضع نفسي لأخذها أيضا، ليس أحدا يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. وطبعا لم يكن هناك أحد يجرؤ أن يقول هذا الكلام غير السيد المسيح نفسه له المجد. وكانت قيامته قيامة مذهلة فوق الفكر، وخاصة بعد أحداث الصليب وما صاحبها من آلام وأتعاب وإهانات وجراحات شديدة، وبعد ما أظهر اليهود من جبروت وتسلط، ما كانش سهل أبدا على التلاميذ أنهم يصدقوا حقيقة القيامة، وخاصة أنهم كانوا خائفون ومرتعبون ومختبئون في العلية. على الصليب السيد المسيح قال: قد أكمل. يعني إيه أكمل؟ أكمل عمل الفداء ودفع ثمن الخطية. لكن كان بعد كده كان قدامه عمل آخر بعد القيامة من الأموات، كان قدامه عمل آخر يكمله، عمل خاص بالرعاية. وهو إيه؟ إن كانت هناك نفوس بارة ولكنها كانت مضطربة، تحتاج إلى الراحة، راحة النفس اللي ضعفت وخافت وشكت. طب هيعمل من أجلها إيه المسيح؟ ما لما قابلها لم يشأ أن هو يعاتبها على ضعفها أو شكها أو نكرانها، بل جاء أن هو من أجل أن هو يريحها، يريح هذه النفوس. لأنه دايما كان يقول: لم أأتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. فكان بالأولى خصته اللي هو أحبهم وأحبهم إلى المنتهى. وكذا قال معلمنا يوحنا الرسول في رسالته، قال: نحن نحبه لأنه هو أحبنا قبلا. وكذا المسيح ده اللي عمله مع توما، وأصر أنه هو يحط إيده في أصبعه يحطها في مكان الجرح، لم يعاتبه على الشك لكن قدر أنه هو يعالجه، وجاب إيده وحطها في الجراحات وقال له: لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. ونفس الوضع برضه مع بطرس ومع مريم المجدلية مع تلميذي عمواس، هكذا يعني المسيح قدر أنه يقوي إيمانهم وعشان يعدهم للكرازة في كل أرجاء المسكونة. وهكذا لم يقتصر الأمر على قيامة المسيح من الأموات، ولكن كان بعد القيامة كانت له عدة ظهورات. وحسب الإنجيل ما قال أنه مكث معهم 40 يوما، في خلالها أراهم نفسه ببراهين حية بعدما تألم كثيرا. فنتتبع بقى قصة القيامة من أولها، وإزاي التلاميذ استقبلوا خبر قيامة المسيح. هل من البداية كان هناك شك تحول إلى يقين وإلى إيمان وتصديق؟ هذا هو موضوع حوارنا وحديثنا في هذا المساء. في البداية بيقول الإنجيل إن المسيح ظهر أولا لمريم المجدلية، أولا، خدوا بالكم. ومريم ذهبت وأخبرت، يقول رواية الإنجيل: فذهبت هذه وأخبرت الذين معه وهم ينوحون ويبكون. طب كيف تلقوا البشارة بالقيامة؟ إيه اللي حصل؟ يقول معلمنا مرقس في بشارته، يقول: فلما سمع أولئك أنه حي وقد نظرته لم يصدقوا. ده كانت البداية. حتى تلميذي عمواس لما ظهر ليهم ما عرفوهوش، كان كل اللي عندهم كان رواية النسوة ما قالته عن القيامة. ولما حكوا للمسيح اللي هم عرفوه وبخهم وقال لهم: أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، إنما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده. ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة بجميع الكتب.
وفي الآخر آمن هذان التلميذين وأخبروا الرسل. طيب، ماذا كان وقع إيمان تلميذي عمواس على الرسل لما راحوا أخبروا الرسل؟ يقول معلمنا مرقس الرسول، يقول: وذهب هذان وأخبر الباقين فلم يصدقوا ولا هذين. برضو مش قادرين يقبلوا بسهولة هذه الحقيقة. بعد كده نسمع أن النسوة ذهبنا إلى القبر، بل ودخلنا إلى القبر، فدخلنا ولم يجدن جسد الرب يسوع، فظهر لهم ملكين وبشرهم بالقيامة، فذهبوا وأخبروا التلاميذ. فماذا كان وقع هذه البشارة على التلاميذ، بشارة النسوة يعني؟ يقول معلمنا لوقا: فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقهن. واخدين بالكم؟ ومين دول بقى اللي احنا بنتكلم عليهم؟ دول الاحدى عشر تلميذا اللي هم أعمدة الكنيسة، كثرت أمامه الشهادات من مريم المجدلية ومن تلميذي عمواس ومن النسوة، وكل دول لم يصدقوهم. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ مريم المجدلية راحت بنفسها للقبر، ورجعت أخبرت بطرس ويوحنا أن القبر فارغ. فلما سمعوا هذا الأمر أسرعوا إلى القبر هما الاثنين. يوحنا شاب صغير طلع يجري وصل الأول، بطرس راجل كبير ماشي على مهله وصل بعد كده. يقول إيه رواية الإنجيل في بشارة يوحنا؟ يقول: وأبصر الأكفان موضوعة، والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان، بل ملفوفا في موضع وحده. ده إنجيل يوحنا اللي قال عليه رأى فآمن. ولكن على الرغم من كده نقرأ حاجة عجيبة جدا بعد كده. نقرأ إيه بقى؟ نقرأ إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان. اللي حصل بقى إيه؟ إن الرب نفسه قام في وسطهم وقال لهم: سلام لكم. ده في عشية الأحد بقى بالليل، يوم الأحد في آخر النهار ظهر ليهم رب المجد يسوع في وسطهم في العلية وأعطاهم السلام. ولما ظهر ليهم وكلمهم، يقول بقى رواية الإنجيل في بشارة معلمنا لوقا، يقول: جزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا، يعني افتكروا ان خيال اللي ظهر لهم. فالرب وبخهم وقال لهم: انظروا يدي ورجلي، اني انا هو، جسوني وانظروا، فان الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. هنا خاف المسيح انهم يفتكروا ان هو خيال، ان هو شبح، ان هو روح، ليس هو شخص المسيح، وكأن الجسد لم يقم. عشان كده أصر أنه يريهم إيديه ورجليه، وقال لهم دي يعني. بس المشكلة ما كانتش في توما بس على فكرة، حتى في التلاميذ في البداية ما كانوش يقبلوا الحقيقة بسهولة. ولما ظهر لتوما قال له: أبصر يدي، هات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. كلهم شكوا، كلهم احتاجوا البراهين، واحتاجوا ان هم يجسوا ويلمسوا ويروا المواضع الجروح لكي يؤمنوا ان الذي قام من الاموات هو شخص المسيح. وعالج المسيح المشكلة انهم افتكروا ان هو روح او ان هو خيال، واثبت لهم ان هو بالحقيقة هو المسيح القائم من بين الاموات. وهنا نتذكر قول الاحد القديسين في تاريخ الكنيسة القبطية القديس بطرس السدمنتي، يقول أن المسيح في فترة حياته بالجسد على الأرض كان يثبت للناس لاهوته، كان يتحدث عن لاهوته ويحاول أن يثبت لاهوته بالمعجزات وبالأعمال التي تفوق إمكانيات الجسد. لكن بعد القيامة ابتدى يثبت لهم ناسوته عشان يتأكدوا أنه هو ده المسيح القائم من بين الأموات. وفي هذه المناسبة نصلي ونطلب من ربنا يسوع المسيح إلهنا المصلوب القائم من بين الأموات، الذي جاء وسط تلاميذه وهم يبكون في دار أغلقت أبوابها يملأها الخوف واليأس، حللت بينهم يا رب وقلت لهم السلام لكم، وأظهرت لهم الجراح في يديك ورجليك،
والجرح في جنبك، وأكدت لهم أنك ليست خيالا وإنما أنت يسوع المسيح نفسه الذي مات على الصليب وكان في القبر، وأمام أنظار التلاميذ المرتابة كان يردد السلام لكم. اليوم وبعد أن تخطينا 2 سنين من جائحة تركت علامات ثقيلة على الحياة، جه الوقت لكي نخرج من هذا النفق معا ونحط إيدينا في إيدين بعض، واضعين معا قوانا ومواردنا، ونظهر أن روح يسوع المسيح لا يزال حيا فينا، وأن روح قايين الذي نظر إلى هابيل ليس كأخ وإنما كخصم وفكر في كيفية القضاء عليه. نحن بحاجة إليك أيها المصلوب القائم بين الأموات، حتى يكون لنا إيمان بانتصار الحب ونأمل في المصالحة. اليوم يا رب أكثر من أي وقت مضى نحن بحاجة إليك لكي تأتي بيننا وتقول مرة أخرى السلام لكم. نصلي من أجل الذين يعانون في كل أنحاء العالم، أولئك الذين يموتون من الجوع أو غياب العلاج، وأولئك الذين يقعون ضحايا سوء المعاملة والعنف، والذين حرموا من حقوقهم، والذين ولدوا في ظل ألم الحرب. نصلي من أجل السلام في الشرق الأوسط الذي تمزقه منذ سنوات الانقسامات والصراعات، من أجل السلام في القدس وفي سوريا وفي اليمن وليبيا والسودان ولبنان، ومن أجل السلام في الدول الأفريقية التي تتعرض لهجمات إرهابية. نطلب إليك أيها الرب القائم بالأموات أن ترافق كل مجهودات المصالحة والسلام في العالم، وليشفي روح المسيح القائم بالأموات جراح الماضي، ويعد القلوب لكي تبحث عن الحقيقة والأخوة حتى تنتصر على الخطية والخوف والموت، ولا نستسلم للشر والعنف. المسيح قام، بالحقيقة قام. كل عام وانتم طيبين.